أول جائزة نوزعها أو نعلن عنها هي جائزة الاستراتيجية الإعلامية العربية لعام 2019. هدفنا من خلال هذه الجائزة هو إبراز الاستراتيجية، أفضل استراتيجية إعلامية عربية استطاعت أن تخاطب المجتمعات الأخرى وتخاطب الشعوب الأخرى وتنقل صورة حضارية للإرث والحضارة العربية الإسلامية، وهذا بالضبط ما قامت فيه الهيئة الوطنية للسياحة والتراث الوطني التي استطاعت أن تخاطب الآخرين، تخاطب المجتمعات الأخرى، تخاطب الدول الأخرى، تخاطب الآخر الغير عربي والغير مسلم باستراتيجية إعلامية ناجحة جدا، نقلت الحضارة والإرث العربي والتاريخ العربي الإسلامي في أرض الحربي. نعتقد بأن لجنة التحكيم كانت موفقة جدا في اختيارها للهيئة الوطنية للتراث السياحة والتراث الوطني، وأنا سعيد جدا مع الأستاذ سعود المقبل مدير العلاقات العامة في الهيئة، وأترك له المجال للكلمة إن كانت هناك.